نعم ايه تفضل. في حالة الربح أو الخسارة، يعني لنقول نحن بعناه بالسوق، اشتريناه بالسوق الأولي على 100 وبعناه بالسوق الثانوي على 120، نعم هيدي ال20 لوين بتروح؟ للبائع ولا بترجع للشركة اللي عم بتبيعه؟ لا لا لا، للبائع. من مكانها، من مكان مشتريها بيرجع ببيع. ونفس الشيء للخسارة البائع بيتحملها؟ 100% 100%. طيب شكرا. يا هلا، حدا عنده سؤال تاني قبل ما نبلش؟ بالنهاية السهم هو حصة بالشركة، وأنا إلي حصة بالشركة. هلا طلع سعر الحصة، نزل سعر الحصة، صارت الحصة حرزانة، صارت الحصة ما عادش تسوى شيء، أنا اللي بتحمل الخسارة، بس الشركة أخذت ال $100 تاعولها. طيب هلا أعمل شير. هلا سوري، بالنسبة اللي صار اليوم ما بعرف ليش عامل الإشكال، الإنترنت ما كان يعلق بالمرة. طيب ولا يهمك. أوكي. طيب نحن يا جماعة الخير، بدي أرجع أروح كويكلي على اللي عم نشتغل عليه، وأرجع أروح مراجعة بسيطة للي شفنا. فإذا كنا نحن حكيت عنه اليوم، بس برجع بحكيهم هيك على السريع لأنه عم سجل المحاضرة هلأ. فإذا في عندي حكينا عن الأسواق المالية، وأنه أهمية الأسواق المالية أنها بتنقل الأموال أو بتستخدم كقناة مشان نقل الأموال من الذين من المدخرين للمقترضين. يعني الفلوس بدل ما تضل نايمة عند المدخرين، بيقوموا هول المقترضين بيستخدموهم لهالفلوس، بيستفيدوا منهم، بيستفيدوا هن منهم، والربح باللي بيربحوه بيقسموه عليهم وعلى المقترضين، على المقرضين، على المدخرين. أوكي، وهون هي الأهمية الاقتصادية للوسائط المالية. لو ما في وسائط مالية كان كتير صعب عملية الإقراض، بس ولكن بالوسائط المالية وبالأسواق المالية بصير عملية الإقراض سهلة جدا. حكينا كمان عن أدوات الدين، وقلنا إنه لما نحكي عن أدوات الدين في عنا عدة نقط بدها تحديد قديش الدفعات، دفعة شهرية، دفعة سنوية، قديش الفوائد، وأيمتى بيكون في عندي استحقاق. وقلنا أداة الدين قد تكون قصيرة الأمد، طويلة الأمد، أو متوسطة الأمد. قصيرة بتكون إذا أقل من سنة، طويلة إذا أكثر من 10 سنين، وما بيناتهم بتكون متوسطة الأمد. وحكينا كمان عن الأسهم، قلنا إنه الأسهم هن حصة لإلي بالشركة، بالتالي أنا بربح مع الشركة وبخسر مع الشركة. شو بيصير على الشركة بيصير علي. طبعا باخذ أني أرباح تعولية اللي بنسميهم نحن الديفيدند أو الديفيداند، هو بعد ما الشركة تسدد كل ديونها، والباقي الريزيديو يعني الريزيدوال بيوزعون كأرباح على باقي على حملة الأسهم. طبعا هون حكينا كمان، عملنا هذه المقارنة انه بالنسبة بين السند وبين الأسهم، صاحب السند ما بيتحمل أي خسارة تخسر الشركة، بينما صاحب السهم مثل ما قلنا إذا خسرت الشركة بيخسر معه، وإذا ربحت بيربح معه. قلنا السوق الأولي والسوق الثانوي. السوق الأولي محل ما بتنباع الأسهم لأول مرة والعوائد بتروح على الشركة المصدرة، أما السوق الثانوي فبتروح فهو السوق المالي العادي، حيث يتم فيه بيع أو أوراق مالية بيعت من قبل، يعني أو إذا بدكم فيكم تسموها أوراق مالية مستعملة بتنتقل من إيد لإيد. أوكي، وهون طبعا بالسوق الثانوي ما بيعود الشركة الأساسية اللي صدرت ما إلها علاقة، ما بتتدخل فيه. وحكينا كمان عن الانفستمنت بنك او مصارف الاستثمار، يلي هي بتعمل اندر رايت، بتعمل اندر رايت للاسهم او للاوراق الماليه. هذه الشركه الميدل ايست لما بدها تصدر سندات لاول مره، ما بتروح هي تبسط فيهم، تفتح بسطه بتقول يلا يلا على السندات، يلا على السندات، يلا على الاسهم. لا،
تعطيهم لمصرف استثمار، مصرف الاستثمار هو اللي بيسوق لي اياهم، بيقول لمصرف الاستثمار اني قادر ابيع لك هالقد اسهم بهالقد سعر، لانه بيدرس لها الوضع المالي للشركه. هلا سوق نقود واسواق راس المال وسوق رؤوس الاموال. قلنا سوق النقود هي التي يتم بيع اوراق ماليه قصيره الامد، اوكي، قصيره الاجل، هي سوق النقود. اما اسواق رؤوس الاموال تنباع فيها اوراق ماليه متوسطه الاجل وطويله الاجل. اوكي، طبعا حكينا كمان عن ادوات سوق النقود، قلنا هي سندات الخزينه يلي عادة استحقاقاتها بتكون 3 اشهر 6 اشهر 9 او 12 شهر، يعني معناتها الحكومة الأمريكية هون بهذه الحالة إنه بتتدين على 3 اشهر 6 اشهر و9 اشهر. قلنا اليورو دولار هي الدولارات الموجودة خارج الولايات المتحدة، هونيك الأمريكان بيقدروا المصارف الأمريكية طبعا بتقدر تشتريها تستقرضها لهذه الدولارات. طبعا طبعا بنحكي عن الدولارات المودعة في المصارف، لأنه إذا دولارات بإيدان الأفراد ما فيناش نحن كمصارف أمريكية ما فينا نستقرضها. أوكي، في عندي شهادة الإيداع، هذه ما بديش إياها هون. أبرز أدوات سوق رؤوس الأموال يعني القروض طويلة الأجل، عندي أمثلة عنها، عندي الأسهم. هلا الأسهم لأنه ما إله إكسبايري، لأنه أنا لما أشتري سهم ما إله مدة محددة، يعني إذا بدكم أنتل إنفينيتي أنا إلي حصة بالشركة، على هيك بيحسبوه طويل الأمد. الرهن العقاري يعني قرض الإسكان، أنتم بتعرفوا نحن لما ناخذ قرض عقاري بلبنان بتكون مدته 20 سنة 15 سنة، على ذلك بيكون هو رهن طويل الأمد. في عنا سندات الشركات اللي عادة بيصدروها لفترات طويلة، أوكي، وفي عندي كمان السندات الحكومية. هلا شو الفرق بين السندات الحكومية وسندات الخزينة الأمريكية؟ سندات الخزينة الأمريكية مدتها 12 شهر وما دون، أما السندات الحكومية بتكون طويلة الأمد، مثل اللي أعلن حسان دياب إنه نحن رح نتوقف عن الدفع بشهر آذار سنة الماضية. طيب، كلهم هذا شفناهم. هلأ في عندي السندات الأجنبية، إن السندات الأجنبية هي سندات تباع في بلد أجنبي وبعملة ذلك البلد، مثل إذا لبنان بده مثلاً ينزل يبيع سندات باليورو ببيعهم بفرنسا او بالمانيا بعملتهم هن، يعني بسميها بالتالي سندات اجنبيه. اما اذا بدي انزل بلبنان سندات بالدولار بسميهم يورو بون، لانه عملتنا نحن الليره، وعم نزل سندات بعمله غير عمله الوطن او عمله البلد الذي تباع فيه بسميها كمان يورو بون. في اعطي مثل عن يورو بون كمان، اذا نحن بلبنان قلنا بدنا نبيع سندات بأوروبا بس بدنا نبيعهم بالدولار الأمريكي، كمان هو بسموهم يورو بوند. حكينا كمان عن اليورو دولار يلي هي الدولارات اللي موجودة خارج الولايات المتحدة أو في فروع أجنبية للمصارف الأمريكية. طيب، هون بلشنا نحكي عن دور الوسائط المالية التمويل غير مباشر. قلنا أول شغلة وهذه شرحتها بس أرجع أشرحها على السريع، إنه تقلل تكاليف المعاملات اللي مسمين كودو ترانزاكسيون أو ترانزاكشن كوست. أعطيتكم مثل عليها، إنه بدل ما كل يعني بدل أنا إذا بدي أعمل قرض بدي أعطي قرض لمين في عندي هون؟ لشيرين. إذا بدي أعمل قرض لشيرين بدي اروح لعند كاتب العدل وبدي اروح لعند المحامي وبقول له اكتب لي، الله يخليك لو سمحت اكتب لي عقد بيني وبينه بدي دينا مبلغ معين من الفلوس، اوكي، بدي ادفع له للمحامي اجاره. واذا عبد اللطيف بده يدين عبد النبي كمان بده يدفع له المحامي اجاره، كل واحد بده يدفع للثاني اجاره. شو اسمه، لما يكون في عندي بنك مثلا وسيط مالي، ما ضروري كل ما بدي دين حدا اني اروح شوف محامي، لا، ما بشوف المحامي مره واحده وبقول له اعمل لي عقد، وهذا العقد انا بصير بستعمله على طول. اوكي، يعني تقريبا بصير كلفه العقد لكل كلفه المحامي لكل عقد بسيطه جدا. ما انتم بتشوفون حتى اللي منكم بيروح على المصارف يكونوا طابعينه
وخلص خد قرار بيقول لك خد هذا العقد وعمل معروف وقع لي عليه، مطبوع منه آلاف النسخ. أوكي، يعني شو صار بكلفني؟ يعني أنا مرات لما بدي أعطي مع الشيرين، لما للشيرين بدي أقول له بدي أعمل معك عقد، بروح لعند المحامي بيقول لي بكلفك العقد $100. أخذ المحامي العقد الواحد، بينما البنك شو بيعمل؟ بيقول له المحامي خيي اعمل لي عقد مرتب، بدي منك عقد مرتب. بيقول له اوكي هذه $100، اعطينا $100، بس ولكن بالمقابل كم عقد رح يعمل البنك؟ رح يعمل مثلا 1000 عقد. فاذا ال $100 قسمي 1000 عقد يعني بكلفني العقد الواحد $0.1، بينما بحالتي انا كلفني العقد $100 بحاله البنك والوسائط الماليه، لانه هو ذات العقود عم يرجعوا يستعملوها، متوسط كلفه العقد الواحد بتكون 0.1. ماشي الحال؟ نحن حكينا هون ووقفنا هون. حدا عنده سؤال؟ والله بستأنف. جاي. بس انا ما بحب الصف اللي ما بيسأل. طيب. شو اسمه؟ أول دور الوسائط المالية، فإذا قلنا تقلل تكاليف المعاملات. ثاني دور تؤمن السيولة للمودعين. كيف يعني؟ طيب أنا لما أعطيتها لشيرين، قلت لها لشيرين خدي يا شيرين هذه $100، خدي هذه $1000، أنا بدي دينك إياها قربة إلى الله تعالى. طيب ديناها إياهم لشيرين، راحت شيرين وسافرت، ما بعرف وين راحت أو ما بعرف، يعني ما عندي فكرة وين. طيب بيجي أنا بعد يومين ثلاثة، طب أنا احتجت، أنا أعطيتها $1000 لشيرين، طب أنا بحاجة هلأ لمية، أعطيتها 1000 بحاجة هلأ لمية. طيب بروح لعند شيرين بقول لها فيك تعطيني 100؟ بتقول لي لا، ما أنا دينته منك كل على سن، كيف بدي أعطيك هلأ 100؟ هون بيجي دور شو اسمه الوسائط المالية، انه انا فيي احط بالبنك $1000 وساعة اللي بدي اروح اسحب منه مثلا $100، لانه اسهل بكثير بيكون في عنده سيولة. طيب حتى اذا اشتريت اسهم او اذا اشتريت سندات، ما انا اذا بحاجة انا للسيولة فيي بيعهم. النقطة الثالثة تقلل عرض تعرض المستثمر للمخاطر. ما في، لما يكون في عندي أسواق مالية بتخف المخاطر، مش إنه بتروح مخاطر ولكن بتخف. كيف يعني؟ واحد، مشاركة المخاطر. يعني لما يكون في عندي شركة بدها تفتح الشركة، أنا بحط فيها $1000، أنت بتحط فيها $1000، غيرنا بحط فيها $1000، البنك بيحط فيها 1000، ما بعرف مين. طيب بالتالي أو عملت قرض في الشركة بدها تاخد قرض، فإذا البنك بياخد مصاري مني من الإيداعات تاعولتي، بياخد مصاري من الإيداعات تاعول شيرين وتاعول محمد وتاعول جورج وتاعول لطيف، كلهم بيحط هالمصاري بيحطهم من بيحطهم بقلب الشركة. هلا في مخاطرة إني داين للشركة، في مخاطر المدين للشركة، أكيد في مخاطر، ولكن الفرق هون أنه أنا ما بكون تحملت كل المخاطر، لأنه أنا والمودعين الباقيين كلنا تحملنا جزء، عم نتحمل مخاطر مع بعضنا، مش أنا لحالي، مش أنا الوحيد اللي عم مول. بالتالي إذا خسرت الشركة مش أنا لحالي عم بخسر، هن عم يتحملوا شوية خسائر معي كمان. واضح شو المشاركة بالمخاطر؟ واضح. حتى إذا بدكم شو اسمه، إذا بدكم بحياتكم العملية، حدا بده يفوت ب شو اسمه ب يعمل مشروع صغير وما عارفينه إذا بيربح ولا بيخسر، طب إذا بده يحط هو كل مصرياته فيهم لهذا المشروع، بيقول لك يا عمي بدي غامر فيه هذا، انه كثير هالقد انه يعني صعب علي، لانه انا لحالي اتحمل مخاطر.
بينما إذا كل واحد حط 100 دولار 100 دولار 100 دولار صار في عندنا مشروع كلنا تحملنا، إن ربحنا كان به، بس إذا خسرنا ما بخسر أنا كل مصرياتي. ليه؟ لأنه أنا متشارك أنا وكذا واحد فيهم لهول المشروع، بالتالي الحمد لله اللي عندي شركاء ريحوني، لو ما عندي شركاء كنت أكلت الضرب لحالي، تحملت أنا كل الخسائر. هذه اللي بنسميها مشاركة المخاطر. بس ولكن لما أقول أني الوسائط المالية أنه تقلل تعرض المستثمر للمخاطر، في عندي عن طريق المشاركة بالمخاطر، وفي عندي كمان عن طريق تنويع المخاطر diversification عن طريق خلق منتجات جديدة. لا أعطيكم مثل صغير هون بنفهم شو المقصود بتنويع المخاطر. افرضوا يا شباب ويا صبايا انه في معي انا 1000 دولار، اوكي، في عندي هون مشروع رقم واحد، وهذا المشروع بيكلف 1000 دولار. وفي عندي مشروع رقم 2، في عندي مشروع رقم 3، في عندي مشروع رقم 4، والله في عندي الآن مشروع رقم 10. هلا كل مشروع من هول بيكلف 1000 دولار، شو بعمل أنا؟ بقول بدي أحط بكل مشروع 100 100 100 100. عندي 10 مشاريع، وزعت الإيداعات تاعتي كلهم، المصاري تاعولي وزعتهم على هول ال10 مشاريع. ليش بعمل هيك؟ حدا بيعرف ليش بعمل هيك؟ كرمال إذا خسرت بمشروع واحد ما كنت خسرت 1000 بمشروع واحد، يعني بكون أنا خسرت 100 بس بمشروع واحد والباقي 900 حافظت عليهم. 100%، هذا اللي بسميه تنويع المخاطر. هذا اللي بسميه تنويع المخاطر. هلا إذا واحد مثلا مننا هون بلبنان معه مصاري، أوكي، ليحمي حاله في يعمل عدة شغلات. أكيد ما راح يحط مصرياته بالبنك. طب وين بدي يحط مصرياته؟ إذا أنا معي دولارات هلا وين بدي يحطهم؟ فرض أن يا جماعة الخير أنا معي 100,000 دولار، في يحطهم بالبيت على طول؟ ما بينحطوا بالبنك. في يحطهم بالبنك؟ ما بينحطوا بالبنك. طب شو بعمل فيهم؟ كيف بدي وين بدي يحطهم لهون؟ أول شغلة بعملها إذا بدي يخليهم بالبيت ما بحطهم كلهم مع بعضهم، لأنه إذا إجا حرامي كشفهم بياخذهم كلهم سوا، بوزعهم حتى بقلب البيت بوزعهم. هذه طريقة، بحط شوي بالمطبخ، بحط شوي بالبراد، بحط شوي بالتلاجة، بحط شوي تحت الفرشة، بحط شوي بجيبة البنطلون، ما بعرف، بوزعهم كلهم. فيني أعملها، فيني نوع، في أعمل بدل ما أحط على طول كل دولارات معي، في أشتري مثلاً شقفة أرض صغيرة من هون، اشتري عقار شقة صغيرة من هون، وفي مثلا اشتري شوية ذهب حطهم على جنب، هيك بكون عم نوع. في اشتري أسهم بكون عم نوع. فيني مثلا الدولارات أقلبهم بالدولارات ليورو، نصف الدولار نصف اليورو مثلا، في حال طلعوا اليورو بكون عم بكون يعني ما بكون خسرت كل شيء. فأصلاً هذا كله إجمالا بسميه أنا توزيع أو تنويع المخاطر، أوكي؟ تنويع المخاطر. لاحظوا شغلة، إنه إذا أنا حطيت 100 دولار بكل مشروع، كمان محمد صاحبي اللي هو كمان معه 1000 دولار كمان رح يحط بكل واحد 1000 دولار 1000 دولار 1000 دولار، أوكي؟ كمان هو عم بينوع، اوكي. بالتالي هون صار في عنا مشاركه، صرت انا محط 100 دولار ومحمد عم يحط 100 دولار على الدك، هون كمان عم نخفف الاعباء علينا يلي هي الريسك شيرنج، كمان مشاريع مشاركه بالمخاطر. طيب النقطه الرابعه، ليش دور الوسائط الماليه بتوفير شو بتعمل كمان؟ تقلل الاكلاف الناجمه عن المعلومات الغير متماثلة، asymmetric information.
information asymmetrique. شو يعني asymmetric information؟ طيب بيجي خلينا نقول لنشرح شو يعني asymmetric information. يعني بيكون عندنا طرفين بس مش الطرفين عندهم نفس المعلومات 100%. يعني بيجي مثلا محمد بيقول لزهراء بدي اشتري سياره بديني حق سياره، بتقول له زهراء ايه دينك حق سياره، قديش بدك حقها؟ 10,000 دولار. بس انت بتركز لي بتعطيني اياهم الا بعطيك اياهم بعد سنه. طيب اعطته المصاري زهراء، اعطته لمحمد المصاري 10,000 دولار، وقام راح محمد هو ال 10,000 دولار شو عمل فيهم؟ اشترى فيهم سيارة وراح يشفط فيها يمين شمال يمين شمال ويسوق بسرعة 150 كيلو 200 كيلو على الهايبر. بتقول له بتقول له زهراء شو اسمه يا أخي شو عم تعمل أنت؟ ليش عم تعمل هيك؟ أوكي بتقول له ليه عم تعمل هيك؟ ما هو المصاري ديون عليك، والله لو عارف هيك ما كنت بدينك، طاروا المصاري لحتى تعمل حادث وتروح السيارة وتخسرنا المصاري لأنه بتقدرش تقدر تسكر لي إياهم. هذه الشغلة. نقطة ثانية، أنتوا هذه صارت بلبنان كثير مرات، بيجي محمد عند زهراء بيقول لها بعطيني 10,000 دولار بشغل لك اياهم، هو ال 10,000 دولار بصير بعطيك عليهم كل شهر كل شهر او كل سنه بعطيك عليهم 1000 او 1500 دولار. بتقوم زهراء والله بتقول يعني هلا اجى رح يفرج علينا هلا. بيقوم محمد بياخذ ال 10,000 دولار وشو بيعمل فيهم؟ شو بيعمل فيهم محمد؟ شو رايكم؟ أنا بقلكم شو بيعمل فيهم. هذا محمد يا جماعة الخير راح لعند زهراء قال لها دينين 10,000 دولار، راح لعند ندى مكي قال لها دينين 10,000 دولار، راح لعند حسن المير، راح لعند غدير منانا، فاطمة، هاشم، سجع علي، من بعد يمنع واضة، لين برغل، شيرين بنوت، جويس الأشهب، رميعكم، راح لعندهم كل واحد قال له عطوني وأنا بعطيكم عليهم مصاري. اللي عطى 10,000 دولار، اللي عطى 15,000 دولار، وفي ناس عطوا 20,000 دولار، وهكذا دولين جمع بالأخير مبلغ 200,000 دولار. شو بيعمل فيهم هذا محمد الشاطر هلا؟ شو رأيكم؟ بيهرب فيهم. بيهرب فيهم، يعني هو عامل مخطط، سلموني هالفلوس وأنا بشغلكم إياهم وبعطيكم. أوكي هلا هني ما عارفين ولا محمد منيح، هني ما بيعرفوا ولا محمد منيح، بس هو بيعرفهم انه معهم مصاري. فاذا هون صار في عندي معلومات غير متماثله، asymmetric information. هني لين وشيرين ويمنى وكلهم ما بيعرفوا ولا محمد منيح، ما بيعرفوا انه عنده تاريخ نصاب حرام. اوكي فاذا في عنده معلومات، وفي عنده معلومات غير متماثله. فينا نعطي كثير أمثلة عن المعلومات الغير متماثلة. إذا بتاخذوا مثلا شركة التأمين، شركة التأمين بروح أنا بدي أمن على حياتي، أنا هذيك اليوم عملت فحوصات بيّن أنه عندي مرض عضال وبدي بدي موت عن قريب، معش معوق كثير، بروح أنا عادي عند شركة التأمين بقول لهم بدي أعمل تأمين على حياتي قديش بدفع؟ يقولوا لي إذا بدك تأمين 100,000 دولار في حال الوفاة بدك تدفع لنا 1,000 دولار بالسنة. بقولون إيه تكرم عينكم، بروح بشتري هذه البوليصة وبعطيهم 1,000 دولار. أوكي ما أنا عارف حالي بدي موت بعد شهرين ثلاثة خلص. هون في عندي يعني طبعا أنا هون غشيت الشركة، وأنه في عندي asymmetric information، information asymmetric. أنا عارف وضع الصحي مش منيح بس إني ما عارفين، استغليت أني هذا الوضع. أوكي طيب شو في عندي بعد هول كل المشاكل الأسيمتريك انفورميشن؟ لما يكون في عندي وسائط مالية بتجنبهم. خذوا مثل تاني عن الأسيمتريك انفورميشن يلي هو قصة كمان التأمين،
بتعرفوا انتوا اذا انا بدي اروح امن على السياره، الشركه بتقول لي اوكي معطيك تامين، بيعك تامين عادي، بس هن ما بيعرفوني انه انا كثير متهور بالسواقه، او بيعرفوني كثير متهور بالسواقه ما بيبيعوني التامين، بيقولوا لي لا ما فينا نبيعك تامين، او بيقولوا لي بنبيعك بوليس التامين بس بتكون كثير غالي. طيب هلا لما يكون في عندي، او حتى اذا بدكم شغله مش لنقرب الفكره بعد اكثر، انا بدي فوت بمشروع وهذا المشروع مش متاكد منه اذا بيربح ولا بيخسر، بس قلت يلا خليني اجمع مصاري من رفقاتي وبفتح المشروع، ربح ربح، وان ما ربح مش هون مش مصريتي، ما بكون خسرت شيء. هون بيجي دور الوسائط الماليه، إنه الوسيط المالي لما بده يدين مصاري لحدا ما بيدينه بسهولة. أنت عندك مشروع، فرجيني عليه لهذا المشروع اللي بدك تعمله، أنا بشوف لك إياه إذا بيربح ولا ما بيربح. أوكي طيب، أنا بدي روح أعمل تأمين، شركة تأمين بتقول لي بدك تروح تعمل لي فحوصات لأقبل التأمين. أوكي أنا بدي روح أعمل، بدي أعمل تأمين على السيارة، بيقولوا لي بدنا نطلع نحن على تاريخك، تاريخك بالسواقة، لأنه بيكون في سجلات عند وزارة شو اسمه وزارة النقل، عادة بيكون في عندها سجلات كل واحد دفتر سواقة شو عامل حوادث. بيقولوا لي ما أنت مبين عندك بالسجل كتير عامل حوادث، أنت مبين عليك متهور بالسواقة، ما رح نعطيك تأمين أو نعطيك تأمين بسعر عالي. اوكي فاذا انا اللي عم اقوله هون، بس خلينا ناخذ الحضور قبل ما نخلص، راح يخلص الوقت. فاذا هون اوكي، فاذا اللي عم اقوله هون هو هذا، فإذا المعلومات الغير متماثلة، هذا العملية هون في عندي نوعين المعلومات الغير سالبة الغير متماثلة، هذا أول اللي حكيتهم هلأ هني هو الانتقاء السالب أو الأدفرس سيليكشن، سيليكسيون أفيرس. أوكي هاي خلينا ناخد مثل صغير هون، مثل سين. عندما يطلب سائق سيارة تأمينا ولا تدرك شركة التأمين أنه يسرع كثيرا في القيادة، هذا النوع من عدم التماثل في المعلومات يسميه adverse selection، selection averse أو بالعربي انتقاء سالب. ثاني مثال، عندما يطلب أحدهم تأمينا صحيا وهو يدرك أنه مصاب بمرض عضال، أوكي كمان هذا يسميه adverse selection أو selection averse. وكمان مثال ثالث، عندما يعرض أحدهم على متمول ما الشراكة في مشروع فيه مخاطر كبيرة ولكن المتمول لا يدرك ذلك، هذه كل الأنواع من المعلومات الغير متماثلة بسميها adverse selection. ولاحظوا شغلي هون أنه كله عم نحكي قبل ما تصير عملية القرض، راح سائق السيارة عم يطلب تأمين بس الشركة ما عارفة أنه هو بيتهور بالقيادة، راح هذا الشاب عم يطلب تأمين صحي بس شركة التأمين ما عرفته أنه عنده مرض عضال، عندما يعرض أحدهم على متمول ما الشراكة هو عم يقول له يا خي تحط مصرياتك معي بس هذاك ما عارف أنه هذا المشروع فيه مخاطر. هذا النوع أنا رحت لعنده لهذا المتمول قال له ليمولني يعطيني $50,000 مشان فوت فيهم بالمشروع، لأني عارفه أني غشيم ما بيعرف الشغلات هذه، هذا النوع بسميه انتقاء سالب. اوكي لا اعرف اذا سالب ولا مش سالب، بدي اشوف العمليه عم بتتم قبل القرض ولا بعد القرض، اذا قبل القرض بسميها انتقاء سالب، اذا بعد حصول العمليه شو بسميها؟ بسميها الخطر الاخلاقي وهو بعد العمليه. مثل شو يعني؟ مثلا واحد من بعد ما امن صار اسرع 100%، فإذا بعد أن أجريت عملية تأمين الكامل على السيارة
صرت أقود السيارة بسرعة كبيرة، ما عادش فرق معي. أنا هلا مأمن على السيارة وشو اسمه، صرت فيه سوق بسرعة قد ما بدي. أوكي، تقوم المصارف مثل ما عملت عنا المصارف عنا بلبنان، تقوم المصارف بعمليات إقراض بدون دراسة واضحة وبطريقة لا مسؤولة. مصارف عنا بلبنان شو عملت؟ قالت لهم للمودعين حطوا فلوسكم عندي، حطوا فلوسكم عندي. شو قامت عملت فيهم المصارف لهول الفلوس؟ قام صارت تروح تدينه للبنك المركزي وللشو اسمه وللحكومة بطريقة غير مسؤولة. تعطي للحكومة وتعطي للحكومة وتعطي للحكومة، أوكي، والحكومة مفلسة. طب أنتوا كيف عم تدينوا الحكومة والحكومة مفلسة؟ طب كيف الحكومة بدها ترجع تسد لكم ديونكم؟ هذا خطر أخلاقي. أنا قلت له لزهراء رح دينك يا زهراء مبلغ $50,000 لتفتح الشركة، اتفقنا. بتقوم زهراء تفتح شركة وبتعمل لحالة مكتب غير شكل، تعمل لحالة مكتب كله مكيفات، كله موكيت، أحلى نوع من الموكيت. الطاولة اللي قدامها لزهراء تسوير لحال $10,000. البرادي عملت لي البرادي كله أوتوماتيك على الكهرباء. يا زهراء نحن عطيناك المصاري مشان شو اسمه تعملي مكتب ولا لا تعملي شركة؟ هذا خطر أخلاقي. هلأ هون بيجي دور الوسائط المالية. الوسائط المالية إذا بدكم بتتجنب هالأخطار هذه، تتجنب الخطر الأخلاقي، تتجنب الانتقاء السالب. لأن ما في واحد يروح يستهبل البنك ويقول له ديني $50,000. لا حبيب، بدي يدينك $50,000. واحد أنا كبنك مثلا بنك عودي إذا بدي يدين حدا، أول شيء ما بيعطيهم كلهم مرة واحدة، أوكي. والشغل الثاني بدي يقول له بدك تفرشيني على كل خطوة بخطوتها عم تعملها. أنا هون شو اسمه دينا. أوكي. طبعا إذا في عنا جارتنا أم علي ورتاني من جوزة مبلغ كبير، أم علي ما بتعرف تتصرف إذا إجا حدا قال لدينيني مصاري. ما بتعرف، شو بعرفها؟ شو بتعرف تعمل تحقيق؟ إذا حدا قال لي يا أم علي تعي حطي شو اسمه عطيني مصرياتك وبشغل لك هون واللي بيطلع لي بوزعهم علي وعليك، أم علي شو بعرفها بالبزنس؟ ولكن هون بيجي دور الوسائط المالية، فيها تتفادى هالمعلومات كلياتها وعندها خبرة الوسائط المالية كيف بدها تتصرف بهذه الأموال. أوكي؟ طيب في سؤال لحد هون؟ حدا عنده شي سؤال؟ مبدئياً أنا تقريباً خلصت. من هن الوسائط المالية؟ أبرز الوسائط المالية هن المصارف، شركات التأمين، عندي صناديق الضمان مثل الضمان الاجتماعي، وعندي صناديق الاستثمار. أوكي؟ وأنا هون بكون خلصت هذا الفصل. ماشي الحال؟ حدا عنده سؤال قبل ما روح على الفصل الثاني؟ دكتور؟ اي لو الوسيط المالي هو اللي كان عم يلعب بالمعاملات عم بيغير فيها، بنعتبرها خطر أخلاقي ولا انتقاء سالب؟ طبعا يعني... بعد ما طبعا احنا حطينا الفلوس عنده صار خطر أخلاقي، صار خطر أخلاقي صحيح. يعني اللي عملوا المصارف اللبنانية نحن عملنا بلبنان هذا خطر أخلاقي، أخذوا ودائع الناس وما تعامل فيهم مثل ما لازم. مش الحال؟ مبدئياً رح يخلص الوقت، برجع لكم بعد 10 دقائق إن شاء الله. ونبلش بالفصل الثالث بعد 10 دقائق. أوكي؟ أوكي، يعطيك العافية دكتور.